خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي في قناتكم ابتسام المغربية. إذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة، ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. سائحة أمريكية تكشف تعرض بياناتها الشخصية للسرقة من طرف موظف مغربي يشتغل بشركة الطيران المغربي لارام. خليكم مع التفاصيل. كشفت ماريا كلاديستون السائحة الأمريكية على أن موظفا بشركة الطيران لارام سرق بياناتها الشخصية التي قدمتها أثناء إحدى رحلاتها بالمغرب، واستغلها للوصول إلى رقم هاتفها الذي راسلها عبره من خلال تطبيق الواتساب. شتوا على فضيحة خوتي؟ فضيحة من الطراز العالي. وفين؟ في لارام، ماشي حتى شي شركة اللي هي صغيرة، لارام. هذه سائحة دخلت للمطار بغات تقطع وريقاتها، جات كتدلي بالوريقات ديالها الموظف في لارام، عطاتو الوريقات. نعم سيدي، هاك شوف كيقلب في الوريقات. مشى لسميتو البيانات الشخصية ديالها، خدا الرقم الهاتفي ديالها. السيدة مشات خدات الطيارة ديالها، مشات في حالتها، دخلت لدارها، كتفاجأ منين كتحل الهاتف ديالها دخلت للواتساب، كتلقى السيد كيراسلها عبر تطبيق الواتساب. اشنو كيقول لها في هذه الرساله؟ نشوفوا هذه الرساله جميع، هي مكتوبه بالانجليزيه ولكن غادي نحاول انني نترجمها لكم بالعربيه. هنا الشاب اشنو كاتب؟ لا اعلم ان كنت ستذكرين عندما كنت في مطار الدار البيضاء قمت بالتحقيق وسالت عن رقمك في التحقيق، فعلت هذا لأنه يمنع علينا في المطار أخذ المعلومات الخاصة بالمسافرين، لكن عندما رأيتك غامرت لأنني فعلا أريد التحدث معك وأن ألتقي بك، أعتذر لأني أخذت رقمك من دون إذنك. هذا الشيء اللي كتب لها في هذا المساج أخوتي. السيد مطور مع راساتو، مطور دغيا. السيد دخل قود، أريد أن أتعرف عليك وأن ألتقي بك، وأنت كاين في المغرب وهي في الميريكان، كي غدير ليها؟ غتلاقاو في السلوكة ولا كي غدير؟ ومنين أنت عارف بأنك تأخذ إحدى المعلومات من البيانات ديالها الشخصية، عارف بأن هذا مخالف للقانون، علاش درتيه؟ ولا بانوا ليك؟ بانوا ليك الوريقات؟ بالك الباسبور حمر؟ ميريكان يا ميريكان، بانوا لك الوريقات كيتمشاو على رجليهم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا فيس في الشباب المغاربه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا الله، يعفو علينا وخلاص، الله يعفو علينا. المهم السيده منين توصلت بهذه الرساله، دارت واحد التدوينه ديالتها في الفيسبوك. وشنو كتبات فيها؟ نشوفوا جميع هاد الصورة. كنت في مطار الدار البيضاء يوم الاثنين 2 دجنبر، وقام مستخدم بشركة لارام بأخذ هاتفي من قاعدة بيانات الشركة وراسلني عبر الواتساب، وتساءلت ترى هل يملك أيضا عنوان منزلي، لأنني أشعر بعدم الأمان من هذا الجانب. السيدة خافت أخوتي، والسيده خافت، عمرها ما شافت هذا العجب، تجات للمغرب عاد شافته. ما تخافيش حنينتي، انت راه بيناتكم البحور، ما عنده منين يوصل لك. اما كون كنتي في المغرب هذيك الساعه تخافي على راسك، بيناتكم بحور حنينتي، ما تخافي والو. شفتوا اخوتي على شوها من جميع المقاييس، موظف بلارام، يعني ماشي حتى شي مهنه اللي نقولوا صغيرة على قد الحال، وانت موظف بخدمتك زوينة ونقيقية، مالك على حالك؟ مالك على حالك؟ كنتي خدام على راسك بالوظيفة ديالك بالخلصة ديالك، ثبت وحصن وكون، مالك على حالك؟ هاك الانسان بحال هكا داير، تيكون بخير وعلى خير كيقلب على المشاكل لراسو، تيكون هاني تيقول اش خصني
خصني نقلب على المشاكل لراسي، سيغتو مع هاد النصارى راه ما معاهمش اللعب وما معاهمش هاد الضحك الباسل. راه ماشي بحالنا حنا المغاربه، راه حنا المغاربه متسامحين، بحال هاد الاغلاط نقدروا نتسامحوا فيها، هما لا، بحال هاد الاغلاط لا، ما معاهمش الضحك وما معاهمش البسالات. هاد المسائل هادي هما كيدقوا فيها بزاف، كثرة البيانات الشخصيه ما معاهمش اللعب فيها، ما كاينش فيها الضحك. واش شفتوا على ضحك؟ شفتوا على بسالات؟ جاي يضحكها وصدق هاجرو بلاتي، راه الامور ما حبساتش هنايا. هاد ماريا هادي منين مشات لبلادهم دارت شكايه ضد لارام، لان هاد الموظف هذا سرق البيانات الشخصيه ديالها، وكتقول على انها كتعيش واحد الحاله نفسيه مزريه. سيده خايفه على راسها، ولا خايفه قالت لك لا تكون جالسه في دارها، لا يمشي يدخل عليها شي واحد يتكرفص عليها، ولا باش تشوفوا التفكير ديال النصارى كيمشي بعيد. واتي تي تيم زتي فيه، واتي بيناتكم البحور اش ما يوصلوا لك حتى الله يهديك، غير اجي وسير الميريكان، كون قاد يمشي الميريكان كاع ما يتصل بك باش تعرفوا العقليه ديال النصارى مساكن على قد الحال. المهم هي تخيلات راسها انه منين هز رقم الهاتف صافي راه ممكن انه يهز العنوان، وفي يوم من الايام غادي يوصل ليها حتى للدار، والله اعلم شنو ممكن يدير ليها ديك الساعات. المهم هي حاليا قالت لهم انا كنعيش واحد الحاله نفسيه مزريه. وفعلا منين هاد السيده قدمت واحد الشكايه ضد شركه لارام، شركه الخطوط الملكيه المغربيه وقفات هاد المستخدم، وقفاته عن العمل لارتكابه مخالفه مهنيه اثناء القيام بعمله. واش شتو الانتصارات؟ شتو خفت الرجل؟ شتي خفت الرجل؟ كنتي بخدمتك هاني بخير وعلى خير، ها انت ما بقيتي شاد حتى وحده فيهم، ما شديتي النصرانيه، ما شديتي خدمتك، ها انت دابا رجعتي بيطالي. يلا شتو البسالات اخوتي؟ راه الانسان يكون، الانسان هو اللي تبت ويحصن عظامه، راه البسالات هذه، البسالات راه هذا الشيء راه مخالف للقانون، سواء مع اجنبيه ولا حتى مغربيه، راه بحال بحال. لنفرض ان هاد القضيه هادي دارها مع مغربيه عجباتو مثلا وخذا البيانات ديالها، راه بحال 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 تماما، الامر راه مخالف للقانون. الا دعاتك مغربيه بحال الا دعاتك نصرانيه، الانسان هو اللي تبت ويتقل عظامو شي شويه، راه الامور راه تطورات، راه الوقت راه تغيرات، راه ما بقاتش كيما شحال هادي. وبلاتي نقول لكم راه الامور راه ما حبساتش هنا عاوتاني. هاد الامريكيه منين نشرات هاد الصوره ديالتها ديال الواتساب باش توريهم هاد الرساله اللي صيفط لها هاد الموظف المغربي، زعما باش تحط عليه الحجه والدليل في الفيسبوك، باش زعما تشكي للناس هاد الشيء اللي وقع ليها في المغرب من طرف شركه الخطوط الملكيه المغربيه. نوضوا نتوما الشباب المغربي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نادوا عشرات ديال الشبان المغاربة، شدوا داك الرقم اللي باين في الصورة ديال ديك المواطنة الأمريكية وراسلوها في الواتساب، كل شي خدا النمرة وهجموا على السيدة في الواتساب، كل شي باغي تعرف، كل شي باغي تصاحب، هاللي باغي يجي عندها، هاللي باغيها هي تجي لعندو، هاللي اودي اش غادي تقول، اش غادي تقول، راه كلشي باين. المهم هجموا عليها عشرات الشباب في الواتساب ديالها، كلشي باغي يتعرف عليها. السيده تخلعات، تخلعات بمعنى الكلمه كانت في واحد ما قديتش نهضر اخوتي والله العظيم، هادشي كيضحك. كانت في واحد تصدقات في العشرات هجمين عليها في الواتساب، كلشي باغي يتعرف المشكله قالت لك انا اخوتي العنوان ديالي راه كلشي عارفين، ودابا هي داكشي اللي تتخيل في راسها. واش فهمتوني؟ دابا هي تخيلات عند راسها ان العنوان ديالها كل تنشر في المغرب، قالت لك السيده وليت انا خايفه على راسي يهجموا عليا المغاربه الامريكان لا حول ولا قوة إلا بالله. كثرت الهم كتضحك، كثرت الهم كتضحك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شتو على مأساة اخوتي، شتو على مأساة. كي غدير كي غدير كي غدير كي غدير لهاد الشيء، كي غدير ليه؟ وترى الواتساب خرج على عباد الله، وحق الله العظيم الواتساب خرج على الشباب. دابا اخوتي من هاد الشيء كامل، داك الموظف اللي كان خدام في لارام توقف من الخدمه ديالو، جراو عليه البابا الحباب، مشى في حالاتو. هادوك العشرات ديال الشباب اللي هجموا عليها في الواتساب، هادوك بلوكاتهم صافي وحبسات، ما بقى حتى شي واحد تيدخل عندها لاكارت ديال الواتساب ديالها. وهي هاد الشابه الامريكيه حاليا كتعيش حاله نفسيه مزريه، ولات عايشه وسد عليها الزكروم، ضاربه عليها الزكروم، ولات قالت لك السيده خايفه لا يدخلوا عليها المغاربه. شتو على حاله؟ شتو على واش شتو على حاله فين وصلنا اخوتي؟ شتو على حاله فين وصلنا؟ اش هاد الشيء؟ اش هاد الشيء؟ وانتم فين غاديين بهاد الشيء؟ فين غاديين بهاد الشيء؟ فين غاديين به؟ من جهه اخرى، ان هاد سرقه البيانات ولا المعلومات الشخصيه في المطار، راه كيف موقع لواحد الاجنبيه ممكن انه يوقع حتى مواطن مغربي او لا مواطنه مغربيه. اذا خاص تكون واحد الصرامه من هاد الجهه هذه. فين هي الامانه وفين هي الثقه اللي خصنا نوضعوا في هاد الموظفين هادو؟ هاد البيانات الشخصيه راه خصها تكون في منتهى السريه، وما خصهاش تخرج على برا نهائيا. كيف ما بغى يكون هاد الموظف، ما خصش يخرج هاد البيانات على برا. شوفوا غير هاد السيده هادي مسكينه، هاد الامريكيه، وشنو وقع عليها؟ البيانات الشخصيه ديالها تنشروا العشرات ديال الشباب، ولا شي كيعطيها شي. شفتوا على حاله وشفتوا على شوها؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي خواتاتي، ما تنساوش تخليوا لي تعليقاتكم وعطيوني الراي ديالكم في هذا الموضوع. تنشكركم، خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، تنشكركم على حسن المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد عما قريب ان شاء الله. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.